يعني أولا تنسيقنا عالي مع الإخوة بوزارة النفط، هم يجتهدون لسد حاجة الكهرباء من الوقود البديل ريثما تستقر إطلاقات الغاز المورد، هذا أولا. ثانيا هنالك اتصالات مستمرة مع الجانب الإيراني لرفع إطلاقاته، كان آخرها زيارة سيد وزير الكهرباء إلى طهران ولقاء سيد وزير النفط ووزير الطاقة وبحث هذا الموضوع، بغية رفع إطلاقات الغاز لصالح المحطات خصوصا مع ذروة الأحمال الصيفية. احنا اليوم نمر بفترة اعتدال درجات حرارة الموسم، الأمر الذي به نحاول السيطرة على الأحمال، نحاول به أيضا تشغيل محطاتنا على الوقود البديل لسد يعني الحاجة وساعات التجهيز ومواكبة الطلب.